الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. بعد مرور 3 سنوات كاملة على أول قرض حصل عليه المغرب من لدن البنك الدولي، استفادت الحكومة من قرض ثاني قيمته 100 مليون دولار سيتم تخصيصه أساسا لدعم إصلاح منظومة التربية والتعليم في البلاد. ووقع اتفاقية هذا القرض المخصص لسياسة التنمية من أجل تربية كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ومدير إدارة المغرب العربي بالبنك العالمي سيمون غراي، وهو قرض يرمي إلى تحسين فرص ولوج التعليم وخاصة بالنسبة للأطفال في الوسط القروي على مستوى التعليم الثانوي وتحسين جودة التعليم والتعلم. حقق قطاع الحبوب على مستوى الجهة الشرقية خلال الموسم الفلاحي الحالي نتائج إيجابية، من المتوقع أن تسجل معدل إنتاج يصل إلى نحو 3,592,000 قنطار. وحسب المديرية الجهوية للفلاحة فإنه من المرتقب أن تسجل هذه الحصيلة الموزعة على أزيد من 1,560,000 قنطار من القمح اللين و 456,700 قنطار من القمح الصلب، وأكثر من 1,574,000 قنطار من الشعير أن تسجل زيادة نسبتها 26% مقارنة مع الموسم الماضي. أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية أمس عزمه القيام بأول عملية اقتراض إجبارية من العملة الصعبة بقيمة 500 مليون دولار من أسواق الرسامي الخارجية. وحسب البنك فإن هذا القرض يأتي في سياق دولي لصالح المغرب الذي يحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية، حيث سبق وأن استفاد من قرضين دوليين في شهري دجنبر وماي. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة دار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى على مستوى العربي والثانية من حيث القيمة السوقية على وقع الارتفاع، أغلقت جلسة الخميس وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال العقار والأبناك أغلق جلسة اليوم على ناقص 0.71% بمجموع 7170.08 نقاط. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل شركات المدرجة بالبورصة أنهى جلسته بناقص 0.71% أي 8829.10 نقاط. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سهم سلفين حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 5.66% ليرتفع سعر سهمه إلى 560 درهم. في المركز الثاني حل سميك خودتا والذي تحسن بما نسبته 4.57% لينتعش سعر سهمه ب 113 درهم. وفي المقابل تصدر سامسون يساعد قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.94% ليتراجع سعر سهمه إلى 1014 درهم. في المركز الثاني حل سهم وفا أسيغونس بانخفاض نسبته ناقص 4.24% ليتراجع سعر سهمه إلى 2225 درهم. وبهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله. الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤيه جديده للتامين والتوفير.